شاطئ القرم، مساحات من المتعة والاستجمام، وزوايا متنوعة تشد الناظر بل وتجعله يقرر أن يزور المكان ليقضي أوقات المساء. والله تعرف أن برنامج العمل حاليا يتطلب أنك أنت تسوي رياضة، لأن أحيانا نحن عملنا أكثر شيء يكون في مكاتب، فالدوام بيخلص ساعة 2:30، يدوبك توصل البيت بتنام شوي بتريح. والله برنامج مالي الساعة 4:30 بكون على الشاطئ القرم بشكل يومي، طبعا بسوي رياضة لمدة ساعة كاملة، طبعا من ضمن المشي والجري والسباحة طبعا، وفي حالة أني أحصل على شباب يلعبوا كرة القدم مثل ما شايفين بمارس معهم رياضة على حدود أذان المغرب إن شاء الله. هي أجواء الشاطئ بأبجدياته السياحية، فهو مكان يستقطب كثير من الأسر لقضاء أوقات الفراغ على المسطحات الخضراء وسط لمة الأهل والأحباب. تجمعنا دايما بيكون يوم السبت، يوم في الأجازة، وهذا يعني وديت الفترة دلوقتي فترة من السنة بتكون أنسب فترة، يعني مع التغيرات البيئية اللي بتتم ومن التحول من فصل الصيف لفصل الشتاء لفصل الصيف، فبيكون الجو دلوقتي جاي مميز، فاحنا بنستغل الفرصة ان احنا بنيجي في التجمع لسه الهواء ولسه الحرارة ما بدأتش تشتد، فدي أنسب فرصة بالنسبة للعائلات ان هي بتيجي على البحر، وجو البحر بيكون مناسب للعائلات. الأطفال